مركز أو مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عنده أهداف وعنده رؤية، لو تطلع لنا على الأهداف وعلى هالرؤية. سؤال مهم جدا. تقوم رؤية المركز أو على ريادة اللغة العربية بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتستند رسالة المركز إلى تقديم خدمات متكاملة لتمكين المستفيدين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة اللغة العربية محليا وعالميا. أهداف المركز يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، منها اقتراح المعايير المرجعية والأطر التنظيمية لمنظومة المعالجة الآلية للغة العربية وتفعيلها، أيضا تمكين إنتاج الأبحاث والابتكارات العالية التأثير والجودة في مجال المعالجة الآلية للغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كذلك تطوير تطبيقات فاعلة ذات قيمة عالية توظف الذكاء الاصطناعي في المعالجة الآلية للغة العربية. أيضا من الأهداف المهمة التي يسعى لها المركز تأهيل ذوي كفايات بمعايير عالمية لتوطين المعرفة المتعلقة بالمعالجة الآلية للغة العربية، كذلك توفير منظومة البيانات اللازمة لتمكين توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة تطبيقات اللغة العربية، وأخيرا عقد شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف المركز المختلفة.